جميع محبي فلسطين وجميع محبي فلسطينيين كيسمعوا بخبر السيد عفاء الوطني فرحوا. هيلاس بن فاش كان الشعور تاعك من اول اتصال بالرسميين بالرسميين ماذا بهم يفرحوا اللعب تاعهم اللي على الفريق الوطني يجي على مليح رغم ان كراسا هما اللي راه الفريق الوطني هما ملاعبين موجودة تاع الحبيبة نوح الحمد لله يرجع يشوف المحتوى لا عندي يدير فيه ثقة وسداني ان شاء الله ما نخيبش الشعب تاعنا الشعب الجزائري كله الشعب تاعي والانصار اللي بغاو يناسبوا ثاني منو تو تتقرا هذه الدعوة؟ ما قرات من والو كان عمر ما خدم في الوسط لا صح هو يدير المجهود تاعو يجي واحد هذاك الهدف الفريق الوطني ماشي هدف ولا كما كنت ضاجي اللي ماهيش هدف تخدم كما قال لي موسى كما قال لي موسى قال لي بلي ودي هلالي ما صدقوش عليه جابو خدمته جابها صح هذه صدقها عليه الدنيا حاجه اي حاجه ما كاينش اللي صدقها لازم تجيبها روحك لا الحمد لله من فضل الجميع اللي عاونوني هذه حاجه باينه صحابي الانصار تاعنا هذه حاجه باينه. اذا هلال شارك مع الفريق الوطني بما كونتر المجروح اسكو يوعد الانصار تاعو بانه يقدم لهم افضل هديه ان يسجل في شباك المجروح المغرب ان شاء الله يا ربي هديه لنا ما راهش يحوس الو راح يخدم ان شاء الله ربي هديه لنا ثقه في امكانياته ان شاء الله ربي يوفقه ان شاء الله. وين هو الاستديو؟ جمعية جمعية لجنة الأولى في الأنصار قامت بمبادرة وكرماتك هلال، كيفاش تشوف هذه المبادرة اللي قامت بها؟ لا أنا شرفتني بها كان عز لجنة الناس قيمتني وشرفتني يعني الوجوه الأولى أكيد تعطيك رغبة تزيد تعمل إن شاء الله وتزيد تفرحهم إن شاء الله أنا بالي بهذا هذا الشيء تاعنا يستنى منا بزاف ان شاء الله احنا رانا هنايا ان شاء الله ماذا بينا احنا كل اسبوع نفرحوا ان شاء الله ولاعبين مواعيد المسؤوليه هذه ان شاء الله اليوم انا هنايا وما شاء الله واحد اخرين وان شاء الله يستاهل ان شاء الله هو اللي يكون جميع هذا لقاء صعيب حب الجوله اللي هي مع المغرب مع المغرب مع الامسيو الامسيو تمر بظروف صعيبه وراهي عندها نتائج سلبيه وكاين ضغط وهي مطالبه باش تفوز باش تشوف انت المقابله؟ لا لا احنا مسحقين نقاط المقابله احنا قلنا على الاولى مازال ما درنا والو في هذا الموضوع احنا فلازم نجيبوا لازم النقاط من خارج الديار خاصة عندنا تعاقب ماشي تعاقب ما نقولش تعاقب عندنا تعادل في الميدان اللي ان شاء الله ما ياثرش علينا خلينا نفطنوا تعادل لا لا ماشي نفطنوا ولا ماشي ما ياثرش عليك كومبيتيسيون واعره كي ما تكونش كومبيتيتيف اهم ما لعبناش لي ماتش هما يكونوا لي ماتش ماشي كيفي نعم كنا كان عندنا الريتم عادي شويه لاكاشي هذيك اثرت فينا بزاف كيما يقول لك احنا اللاعبين لعبنا هذه المقابله الوديه ما يكفوش ماشي كيما المقابله الرسميه المقابله الوديه ما يمشي لعبنا ان شاء الله هذه النتيجه عندنا ماتش لينا ان شاء الله احنا نزيدوا ان شاء الله بالجول الجبين ماكش متمني باش تسلم الرئيس بوتفليقه؟ نسلم عليك شام جاي ان شاء الله متى لا 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 مش انا ما حبيتش تقول هكا قلت كنا يعني نجيبوا التاهل لك ان شاء الله يا رب احنا يستقبلكم يعني هذه ان شاء الله يا رب كاع الناس يتمنوا يجيبوا انا فكرت فيها خطوه في الحوار تاع التاهل كان يكون ان شاء الله يا رب يستخدم ان شاء الله يا رب هنا نعرفوا بلي انك من عشاق فريق تشيلسي نعرفوا بلي ان اغلبية هذه الله يسلم من المقاسمين من برشا والرياض. خاطيني خاطيهم كاع انا وحدي. علاش هي اللي سبورتي تشيلسي؟ شنو السر في هذاك؟ وحدي وحدي. من وقتاش بس سبورتي تشيلسي؟ من بكري من 2004. صح علاش واش من السر اللي جبدك في تشيلسي؟ كرم عارفين. موزة ميري. قال لي. موزة ميري. ديما من ورايا. كيف جوستومون مؤخرا نجم هلال السوداني كما نقولوا بدا في البان في السيال وعين الفرق الاجنبيه حط عينها على
على الهلاس هذا الجو ما جاوب اي صحابي ما قلتوش عليه المزيكا ما جاوبش عليها غير هما ما يهتفوا اي انا مازال ما جاوبت اي واحد ما جاوبني يقولوا مازال ما جاوبت قال لك انت عندك فرصه باش تهتف باسكو تفضل ان شاء الله ماذا بيا ان شاء الله من هناك ماكش ما تخدمش عيب عليك باسكو عندك جنيه باسكو تفضل البطوله الفرنسيه الاسبانيه الايطاليه الانجليزيه انت اللي جات هذيك هي اللي جات هذيك بما انك تحب تشيلسي نظن تحب لا هذه عجبني تروح تلعب في انجليزي طموح كبير البطولة الأوروبية ما كانش تخيار وشين نقول لك اللي جا هذيك هي سونسي بروفيسيونيل هذيك هي اللي جا هذيك تجاوب عليك بيان سور بعد واحد يجي يطور المستوى تاعو من بعد تقول كان عندك كيما يقول لك كان عندك لافونتاج بزيد تقدم به يقول لازم تكون في تلعب في الفرنجي هذه حاجة باينة ان شاء الله في الاحتراف يبقى حلم كاع لأي واحد لازم تكون امبيشيو ماشي امبيشيو ماشي كامل ماشي كامل الانسان هو جوستومون انت هذه المعروف باللي مخطوط انا دائما ما نشوفش ما نشوفش عندي ما نشوف البعيد انا القدير ما عندكش ما قالش باللي كاين الاوف تاع اللي قدام هذا ما تعرفش حتى هذاك من ما تعرفش عندك اتصالات مع زميل السابق فريق سليمي والله ما درتش انا مسكين والله عندي زعما تاعي واش انا ما كنتش حتى في بلاصتو تقول لي راني مرتاح ولا تقول لي راني مال والله اني نلعبش مي بغي سيدي اللي يبغي مي مي كان باين ماشي كان باين نعرف هو المغرب وضعية تاعو راهي صعيبة شوية ان شاء الله ربي يفرج عليه ربي ان شاء الله ربي يوفقك الدعوة تاع هلال الفريق الوطني وتقلب كاع الشعب تاع شلف واللي حبوا كاع يفرحوا لك مي كاين من الجانب واحد اخر انهم متخوفين باللي ولي الهلال كي راه يروح للناسيونال راح ترك فارغ راح يدخل ترك فارغ ومن الصعيب باش يعوضك اسكو تشوف كاين لاعب اللي يقدر يعوضك وتسجل مدرب سي شيخ الحمد لله صح بالي باللي مام انا نحتو صحابي بزاف ما يسهل خاص مقابلة ولا صح نعم كشيتو كي توالف حاجة إن شاء الله يا ربي اللي يعوضني إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نفرح على البيبليك تاعنا إن شاء الله اللي يستاهل الله غير خير اللي وقف معنا حتى الدقيقة التالية إن شاء الله اللي يعوض يكون إن شاء الله إن شاء الله واش المدرسة اللي توجهها أنصار تاع مولودي فوهام؟ لا ما عنديش انا عندي اشهر في الدوار رسالة انا وصلت رسالة واش من لا دركم كان تخيل بلي راه قدام انصار تاع وهران واش الرسالة تقولها لي انا ان شاء الله يدرك الواحد راه يلعب وخايف على حياته انت تلعب وانت خايف والله صح والله تلعب وانت خايف فوتبول ماشي فوتبول بليزير واحد يلعب يضحك ماشي انت تلعب وانت خايف على حياتك لا واحد يضربك لازم لك خفيه تقعد هذوك حاجه باينه دوك انت تلعب وانت خايف هذا باش ما تديرش المقابله تاعك بحال هكا تلعب وانت راك خايف لا تستنى اي حاجه تجي لا لا دوك ان شاء الله تفوت المباراه في روحيه ان شاء الله ان شاء الله على بالي ماشي كاع اصحاب الديفوار اللي هما اللي يديروا كاين كما اشبه اصحاب كيما اللي كاع بارتو انا ان شاء الله المقابله تفوت في الرياضيه ان شاء الله المباراه تفوت في الرياضيه ولو ميساج تاع الوصول الجوال لا لا روك بان سور حاجه تاعنا اصحاب تاعنا دخل الشغل دخلت الثقافه تاع المناصرين الاولياء اللي راهم معنا كاين ديفيرونس كبيره بين انصار تاع السنار اللي العوام اللي فاتوا ديفيرونس كبيره بزاف ما هذه المرتبة اللي فيها احنا هي اللي شجعتهم ثاني باه يكونوا على المغازين معنا واقفين معنا وان شاء الله الناس تمشي هنا ان شاء الله نجدو نفرحهم حتى للماتش تاعي ان شاء الله ان شاء الله نفرحهم كامل ان شاء الله معنا هذا هو اهل البيت اللقاء الجزائر كونتر المغرب تفائل ان شاء الله يا ربي تفائل ان شاء الله يا ربي بارك الله فيك